أهلا بكم في مرايا. يمكن هذه المرة رقم 10 أو أكثر اللي نتحدث فيها مع بعضنا يعني حول ما يعرف بحرس الثورة. حرس الثورة كما يدعوه أحباب النظام الخميني وأتباعه زي اللبناني نصر الله، أو الحرس الثوري الإيراني مثل ما هو يعرف في الإعلام وفي كل مكان. هذه المؤسسة، هذه مؤسسة يمكن أقول عنها شبكة أحسن، هي عمود المعبد للنظام الإيراني الحاكم. سقوط هذا العمود، اهتزاز هذا العمود، يعني اهتزاز المعبد، كل المعبد. لذلك تجدون كل من يريد للعالم وأول هذا العالم الشعب الإيراني المنكوب نفسه أن يعيش حياة طبيعية للعالم كله مش بس للشعب الإيراني، يرقب كل تحول وكل تغير يطرأ على هذه الشبكة، بل الدولة الإيرانية الموازية للدولة العادية، أعني الحرس الثوري. ما يحتاج نكرر الكلام اللي قيل سابقا عن طبيعة الحرس الثوري، نفوذه الاقتصادي والصناعي والبنكي والإعلامي والديني وطبعا الأمني والعسكري، عنده خطوط طيران خاصة فيه على فكرة، تجارية مش عسكرية، لأنه مثل ما تعرفون يعني تحدثنا مع بعض كثير عن هذا الأمر. لكن يمكن مناسبة الحديث اليوم هو هذا القرار، لأنه قررت إدارة الرئيس الأمريكي بصراحة بشجاعة واضحة تصنيف الحرس الثوري كله كمنظمة إرهابية. وأيضا متغير آخر عندنا هو تغيير قائد الحرس الثوري من قبل مرشد الخمينية العالمية سيد علي خامنئي. أكيد كل هالأشياء مع بعضها هي قرارات ضخمة تمس هذه المؤسسة أو الشبكة، وقرار من هذا النوع أعني محاصرة الحرس الثوري كأول جيش رسمي يصنف إرهابي ماليا على الأقل وسياسيا، بعد تشديد الحصار على النظام الخميني نفطيا، وهذا موضوع آخر، بتعميق وتكريس الحصار على النفط الإيراني. كل هالأشياء مع بعضها حيكون لها أثر على وضع الحرس الثوري نفسه. المرشد خامنئي وهو الآمر الناهي على هذه الشبكة الإرهابية المبتلعة للدولة الإيرانية غير تابعا بتابع آخر، إرهابيا بإرهابي أكثر من سلفه. الخلف الجنرال سلامي أو سلامي متشدد ومهووس أكثر من سلفه محمد جعفري. يعني يبشر هذا الحرس الثوري هذا التغير، يبشره بالدبور والعثور ووبال الأمور. إذا كان هذا الأهوج المغرق في خرافات الإسلاموية الخمينية الثأرية هو المنظر والقائد الجديد لسفينة الحرس الثوري، افتحوا أعينكم جيدا، راقبوا كل جديد يطرأ على هذا الكيان الخطير، لأن الحرس الثوري هو رأس الحية لكل الجماعات الإرهابية التخريبية في ديارنا. تغييرات مفاجئة في قيادة الحرس الثوري الإيراني بعد أيام من تصنيف الولايات المتحدة القوة العسكرية منظمة إرهابية. التغييرات جاءت من المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي بإقالة محمد علي جعفري من قيادة الحرس الثوري وتعيين الجنرال حسين سلامي قائدا جديدا له. وسلامي الذي كان يشغل نائب قائد الحرس الثوري التحق في الحرس الثوري بالتزامن مع الحرب العراقية الإيرانية، وهو مثل سلفه محمد علي جعفري معروف بمواقفه المتطرفة في صفوف الحرس الثوري الذي صنفته إدارة الرئيس ترامب بما في ذلك فيلق القدس منظمة إرهابية في خطوة هي الأولى من نوعها ضد كيان حكومي أجنبي بالكامل. وجاء التحرك الأمريكي بسبب مشاركته في أنشطة إرهابية منذ نشأته قبل 40 عاما ودوره في تمويل ودعم الإرهاب. هو يكفي من أهمية هذا الكيان وحيوية هذا الكيان وأهميته للخمينية أنه مرشد الخمينية ومرجعها وولي أمرها وصاحب زمانها هو أكبر عمامة خمينية في هذه الأرض. لما نقول أن الحرس الثوري راعي الإرهاب فلا نعني فقط إرهاب الجماعات الشيعية التابعة له، يعني زي حزب الله في لبنان ولا الحشد العراقي ولا كتائب الفاطميين والزينبيين اللي هم الأفغان والباكستانيين
ولا الحوثي في اليمن، لأنه ممكن يقول لك هذا مفهوم أنه تشرب هي من نفس إناء الخمينية الجامع لهم برباط طائفي، وإن كان جل الشيعة أبرياء من هذا الأمر، لكن رعاية ودعم واحتضان الإرهاب من قبل الحرس الثوري طالت بركاته الجماعات الإرهابية السنية، وفي مقدمتهم طبعا تنظيم القاعدة ولا فخر، باعتراف مغاوير الحرس الثوري نفسه. حضور ما و به تبع ما القاعده که اومد، ما هم یه مدت با خود القاعده ای ها در بوسنی و هرزگوین که استیل ما رو گرفته بودن، از سربند و پرچم گرفته، گردان فلان گردان فلان اینها، ما هلال احمری هایی بودیم که برای آموزش نظامی نیروهای مجاهدین رفت. یه همه چون آمریکایی‌ها تو کتاباشون نوشتن اینا مدارکمون اینا طبعا هذا القيادة بالحرس الثوري بعد ما طلع أسرار المعبد يقال أنه استدعي للقضاء. على كل حال علاقة القاعدة وأشباه القاعدة بالحرس الثوري مش محتاجة لشهادة، هذا هي أمر معلوم تماما لكل متابع وخبير. التصريحات التي أطلقها سعيد قاسمي أحد قادة الحرس الثوري السابق بوجود علاقات بين إيران والقاعدة، وهذه العلاقات تمت على أراضي البوسنة، أثارت كثير من التساؤلات حول علاقة طهران بالقاعدة. إيران نفسها لم تنفي في السابق وجود هذه العلاقات، فكانت عناصر من القاعدة بعد الهجوم الأمريكي على أفغانستان لجأت إلى إيران وبقيت على الأراضي الإيرانية مقيمة هناك في شمال العاصمة طهران في منطقة كرج، ومنهم بعض أبناء أسامة بن لادن. كما أن الخارجية الأمريكية نفسها أكدت وجود هذه العناصر، وأكدت بأن عناصر القاعدة كانت تعبر الأراضي الإيرانية، وأصبحت إيران ممر لهذه العناصر، ليس للعناصر فقط بل لأموال القاعدة أيضا عبر الأراضي الإيرانية. ما في شك أن تشديد قبضة الحصار القانوني والأمني والسياسي والاقتصادي على الحرس الثوري الخميني سيكون له آثار خطيرة ومثيرة، سواء على النظام الخميني نفسه أو توابعه في ديارنا أو على الأمن الإقليمي طبعا. وطبيعي انه الوحش يخنق من رقبته، واذا خنق من رقبته سيرفس ويخبط ويلبط وتتغير ملامح وجهه من سيء لأسوأ، من الامس لليوم، من جعفري لسلامي. من الامثال العاميه الفلسطينيه المعبره يقول لك قالت طلقني وخذ اختي، قال والنعم من الثنتين. الى اللقاء.